استقبل مركز الإصلاح وتأهيل بوادي نطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان للإطلاع على مرافقه ومنشآته وبرامجه المطبقة لتأهيل النزلاء. يأتي ذلك في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يستقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون منذ إنشائه زيارات متنوعة من وفود ومنظمات حقوقية وإعلامية محلية ودولية لمتابعة والاطلاع على ما أحدثه من طفرة في منظومة السياسة العقابية في مصر، من ضمنها وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء لزيارة المركز للاطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء ومدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جاء إنشاء المركز تماشياً مع تلك الاستراتيجية. الحقيقة الفكر والنظرة اللي بتحكم إنشاء هذه المؤسسات بتعبر عن إدراك ووعي بحقوق الإنسان لهؤلاء الذين ارتكبوا ما وضعهم في نزاع مع القانون وترتب عليه إيداعهم في هذه المؤسسات. قام الوفد بزيارة المركز الطبي داخل مركز الإصلاح والتأهيل والذي يعد صرحاً متميزاً بتقنياته الطبية والصحية المتطورة وما يوفره للنزلاء من رعاية طبية متكاملة في كافة التخصصات ولكافة الحالات. وتابع الوفد الحالة الصحية لبعض النزلاء الذين يتلقون العلاج داخل المركز. اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو تطبيق عمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سواء العيادات اللي موجودة، سواء الغرف الخاصة بالرعاية المركزة. مهم جدا يعني الصحة، أنا بهتم بصحة النزيل، ودي حاجة كمان بحرتني الحقيقة إنه في كل وسائل العلاجية، فده شيء كويس جدا. انتقل الوفد إلى زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والسلوكية، حيث تحرص وزارة الداخلية على تطبيق برامج اجتماعية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم من خلال ندوات تثقيفية ودينية والحرص على محو أميتهم من خلال فصول محو الأمية. ده مكان مناسب لكل شخص إن هو بيقضي فترة العقوبة بتاعته وبيخرج من بعد قضاء مدة العقوبة بعد تأهيله التأهيل المناسب. دي من أحد المقومات الفلسفة العقوبية الجديدة هو إنشاء مراكز للتأهيل وفكرة تغيير كلمة السجن، كلمة اللي كانت دارجة في الماضي. وعلى مستوى التأهيل المهني تابع الوفد خلال زيارته أساليب تأهيل النزلاء مهنياً من خلال إكسابهم حرف متنوعة تكون زادهم عقب قضاء فترة العقوبة، ويتم العمل على إتقان النزلاء لهذه الحرف المختلفة الصناعية والزراعية واليدوية. كما شاهد الوفد منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة العالية ودقة صنعتها، وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقت مع أطفالهن. في مراكز تأهيل ورش للنجارة وللمشغولات اليدوية للكهرباء لخلافه، وبصراحة يعني أنا عايزة أوريكم قد إيه كانت المشغولات اليدوية اللي بيعملوها حقيقي مبهرة. الجميل كمان إن هم من حقهم إن هم ياخدوا مقابل ليها، المقابل ده يحتفظوا بيه لنفسهم أو يدوه لعائلتهم، ودي حاجة جميلة جدا. هذا المكان أنا متأكد أنه يحافظ على آدمية وكرامة النزيل منذ لحظة وصوله إلى قضاء عقوبته. تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعد تجربة نوعية وإنسانية فريدة في منظومة الإصلاح والتأهيل في مصر تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.